هم هذه الدول، هذه مروكو الصغير ما عندها لا وزن ولا قيمة ولا كذا، مع العلم أن الحقيقة الإخوة الكرام هذا من دول بريكس، وحنا مخلينه كيعمرنا غير تاي. ها هي جات الآن المعركة الدبلوماسية على مستوى أقوى جهاز تابع للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان، وتبينت حقيقة شكون الدولة اللي عندها الوزن واللي ما عندها وزن. وبالمناسبة الإخوة الكرام، المغرب كان أول دولة ترشحت، وبحكم أن الجزائر عارفة على أنه المغرب غادي يرد لها الصرف بالمزيان، ناط زيغت جنوب افريقيا، لانه جنوب افريقيا حتى هي راسها سخون، حاسه براسها شي حاجه، ولكن هي قدامنا لا تسوى شيء. قالوا لهم غندعموكم، حنا غنشوف لكم الاصوات وكذا وهذه، وبقاو كيتجراو وحاسين براسهم، ونوضوا شويه من كما سماهم بوريطة، قال لهم شويه من المرتزقه. مرتزقه هما هاد العبيد اللي عندهم اللي يسمى بمخيمات الحماده، هادو اتباع تنظيم البوليزاريو اي القياده. داروا ندوات، داروا يعني لقاءات، داروا اتصالات او ندوات عن بعد، وجابوا صحفيين، وجابوا مجلات او قنوات او صحف اسبانيه، ما خلاو ما كتبوا على المغرب. وفي الاخير يعني تم مرمدتهم وصرفقتهم ودغدغتهم ودقدقتهم بهذه الطريقه هذه. وحقيقة الإخوة الكرام راه ما سهلاش هذه، وللأسف الشديد بزاف الإخوان المغاربة ما كانوش رادين لها البال، وكانت المعركة قوية، وتابعوا التقارير الصحفية اللي تحدثت على هذا الأمر هذا، والدول الوازنة اللي دعمت المملكة المغربية، واللي على رأسهم طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وبلغاريا اللي كانت حتى هي مؤخرا والبارحة اعترفت بمغربية الصحراء. فبالتالي هنا غادي نعاودوا نرجعوا أنه أقوى دولة في المنطقة تبين حقيقة انها قوه ضاربه في الحيط كما كنقولوا احنا بالطنز، وانما حقيقه زيد عليها لا وزن ولا قيمه، حتى الدول الافريقيه ما بقاوش كيسمعوا لهم. وداك الشيء اللي قالوا السيد ناصر بوريطه وزير الخارجيه، قال لهم انه ديك البروباغندا الاعلاميه ديال النظام في الجزائر، وداك التجييش وشراء الدمم وشراء الاصوات وشراء الابواق، ما بقاش كياكل مع المنتظم الدولي، وانه المنتظم الدولي ولا كيعرف هذه الزريبه ديال الجزائر او هذا النظام في الجزائر انه مجرد قوة من ورق لا وزن ولا قيمة ولا هبة لها، ولغة الأرقام خير دليل. 30 صاحبي الله يهديك، 30 واش طنجة نقارن 30 مع 11؟ مشكلة، فعلا مشكلة، وهي ضربة يعني ضربة موجعة جدا، موجعة جدا، خاصة الجهد الذي يعني أخذ من هذه الدبلوماسية الجزائرية بين قوسين مع جنوب أفريقيا، لأن هذا الشيء راه كنتكلموا على 2022 اللي قدم فيها الاتحاد الأفريقي المغرب كمرشح من افريقيا، لان الرئاسه هذا العام على مستوى التناوب اللي كاين على ذاك المجلس، هذا العام الرئاسه خصها تكون من افريقيا، داك الشيء علاش الترشيحات كانت افريقيه وفقط، وكان الاتحاد الافريقي كما قال بوريطا رشح المغرب، الدول الافريقيه رشحت المغرب. ايوا وناضوا الاخرين قال لك سيدي بغاو يعكسوا المغرب بطريقه سماها بوريطا بالبهلوانيات. الراي المغربي هذه القضيه ديال الصياغه البهلوانيات المعقول عاد غيبدا كيبان لي لغه جديده عند بوريطا. لا شوف، اولا ونهضروا شويه بجديه الاخوه الكرام، هي شوف هي لغه شعبيه، ولكن فيها عندها دلالات سياسيه كبيره، لانه الان المملكه المغربيه ولا الحمد في مركز قوه، يعني باش تراس واحد المجلس اممي، وهذا وانتم عارفين الاخوه الكرام انه موضوع حقوق الانسان يتم استعماله للضغط على الدول، وهذا الشيء جاء على تصريح للسيد ناصر بوريطة اللي قالها مباشره على يعني على الهواء مباشره. وبالتالي المغرب الان من يتحدث بالطريقه ديال انه المعقول غادي يبدا، فبالتالي حنا ما غنهضروش بمقالات صحفيه، وما غنطلقوش الاعلام المغربي يمشي يبدا يتعاطى مع الاعلام ديال الصرف الصحي في الزريبه ديال الجزائر، وانما غادي يكونوا تقارير، وغادي يبدا الدق ديال المعقول على مستوى المنظمه الحقوقيه والمنظمه الدوليه اللي غتربي هاد الناس بالطريقه الصحيحه. والحديث ديال المملكه المغربيه بهذه الطريقه وانما هو تعبير على ان المملكه المغربيه الان اصبحت في موقف قوه قادره على صناعه قرار يضغط على اعدائها او الدول التي تحاول مناكفتها، او انها تبين لأنها قادرة أو أن تكتب تقارير مغرضة عليها، أو أنها تسعى إلى تجيش أو يعني أقلام مغرضة ضدها. وأنا نقول لكم نقطة أخرى ودي بغيتكم تفهموها، وهذه فيما يخصنا نحن الآن. إذا تابعتم أنا تقريبا لقيت جوج اللايفات ديال الجزائريين فاتحين يعني على إطار أنه كيفاش زعما الحديث على حقوق الإنسان، كيفاش المغرب يترأس مجلس حقوق الإنسان والمغرب يعاني وكذا وهذه وغير بداو ديك الصياغة، لأنه دائما ملي كيربح المغرب في شي حاجة كيمشي هما يجي يقول لك نجيب لك الجانب المظلم. وأنا أقول للإخوة المغاربة والبارح تحدثت عليها مع بعض الاخوان، لازم الان حقيقه اننا كمغاربه بحكم انه بلادنا هي اللي كترأس هذا المجلس نمارسوا دورنا في الرقابه ديال حقوق الانسان عند الجزائر وغير الجزائر.
وبالتالي نتمنوا الاخوان مره في الاسبوع يحطوا واحد اللايفات ويحاولوا يجيبوا اصوات اللي مقموعه في الداخل الجزائري، وفي نفس الوقت ايضا يجيبوا الـ 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 ما تحدث عنه الاقلام الحره من داخل الجزائر وفضحها وايصالها للمنتظم الدولي والاعلام على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات. وتحيه بالمناسبه للاخوان على مستوى التويتر، راهم بداوا في هذه المساله هذه. نتمنى ايضا الاخوان على مستوى التيك توك يبداوا في هذا السياق هذا، باش نيت فعلا نرفعوا الغطاء عن ما يعاني الشعب الجزائري المغلوب المحكوم عسكريا. انتم تعرفوا على انه مجرد تغريده على مستوى فيسبوك او تويتر يتم اعتقالك في الجزائر بدون ادنى شك، ويجي واحد يقول لك حنا ديمقراطيه شعبيه، وهنا غادي نكونوا فعلا كنساعدوا في اننا نفضحوا ممارسات النظام الجزائري اللي مانع الشعب الجزائري من حريه التعبير والحق في الحديث وما الى ذلك من الحريات. وبالمناسبه الجزائر لحدود هذه الساعه المواطن الجزائري ممنوع من التظاهر في العاصمه بحكم قانون محطوط منذ 2001 الى غايه الان لم يتم يعني تغييره. وهذه نتحدى اي واحد ينكرها وكلكم ترجعوا لها، وكتبت عليها منظمه العفو الدوليه، وكتبت عليها منظمه هيومن رايت ووتش لحقوق الانسان ايضا. فبالتالي حنا غنشوف هذا السياق هذا، وهذا الملف ديال حقوق الانسان لطالما يتشدق به النظام في الجزائر ويتشدق به اتباع تنظيم البوليزاريو على انه لازم مراقبه حقوق الانسان في الاقاليم الجنوبيه. ونحن الان جينا باش نردوا الصرف كما قالوا، المعقول يلاه غيبدا باش اننا فعلا نوريو هكات الجسيمه لحقوق الانسان داخل الجزائر وداخل اكبر سجن موجود على الكره الارضيه اللي هو مخيمات الحماده، اي اللي مسيطر عليها تنظيم البوليزاريو واللي ممنوع على الجزائريين دخولها واللي المسؤوليه القانونيه كتحط على النظام في الجزائر، واللي كنحملوا طبعا اي تجاوز حقوق الانسان في مخيمات الحماده اللي كيتحمل المسؤوليه فيها هو النظام في الجزائر. وهنا غادي نقول انه تصريحات السيد ناصر بوريطة جات بلغه مغربيه دارجه شعبيه واضحه، المعقول يلا غايب ده. فنتمنى ايضا الاخوان صناع المحتوى، الاخوان اللي عندهم منصات، يخرجونا من هذه العبطيه وهذا التبرايش اللي خدامين فيه، ويبداو لنا في المعقول تا هما في اطار انهم يفتحوا مواضيع لحقوق الانسان ويفتحوا مواضيع في هذا السياق هذا. تحيه طيبه واهلا وسهلا سي برموس. شكرا الرأي المغربي، تحياتي لك خويا. يبدو اننا قد وصلنا الى نهايه النشره لانني ملزم بالانسحاب لغرض التزام اسري. فشكرا بزاف الرأي المغربي، نورتينا وشرفتينا في هذا الجزء الثاني من اللايف، في انتظار يمكن نرجع في جزء ثالث باش نشوف عاود نديرو قراءه للتصريح نتاع بوريطة والا كانت شي اخبار اخرى، خاصه والخبر ديال الفوز ديال المنتخب المغربي 3-1 على سيراليون. اي نعم هو يعني هي مباراه نقولوا حنا تدريبيه، يعني ما فيهاش داك الحديه ولا النديه اللي ممكن تعطينا استشراف شنو يقع للمنتخب المغربي. كل شيء في يد الله كما كنقولوا، كل شيء ممكن. كنتمنوا التوفيق للركراكي ووليداتو، ونفرحوا ان شاء الله شي فرحه زوينه في هذا 2024. سينو نو بروبليم، احنا مولفين مع كاس افريقيا ما عندناش زهر، دونك ماشي شي حاجه اللي غتكون لا. الاخوان دائما في اطار الجماهير المغربيه تعرف سياسه بيعهم العجل. نحن اضعف فريق على مستوى هذه المنتخبات المرشحه، احنا اضعف فريق، اللي غيديها هما الجزائريين، المنتخب الجزائري هو اللي غيديها. واعرين تبارك الله، عرفتي عندهم شركابي قداش؟ اش يا معلم تبارك الله شركابي عند هذوك الجزائريين. اش الرقيه تقول هادو ما كابرينش في الجزائر صاحبي، انا كنت كنصحاب زعما اللي كابر في الجزائر راه ركابي عندهم ضعاف مع الحليب ما كانش داك الشيء، ولكن يا معلم راه شواكر المنتخب الجزائري واركابيهم قداش يا خويا، وتبارك الله يا معلم، عرفتي داك الوعد قدو قداش؟ نتي وهما اللي غيديوها معلم، راه اللهم بارك واش ما با ولا يبارك لهم. داك الشيء تبارك الله معلم، كل واحد والركبه ديالو قداش، اللهم اعطيهم شي تفعيسه شي تدعيسه. نتي حنا اضعف فريق على مستوى هاد كاس افريقيا، اضعف فريق. افي مشيت برنوس ماك اصاحبي تزنقتي ماك اخونا معلم، شتك مزنق ما عرفتش انا كان عندي جاني ابل. خير المغربي، شكرا اخويا الله يحفظك، سافطر لي الانسحاب. يلا معلم تحياتي ليك، هاش تكوني تعطيها طيب الانسحابات اخو العزيز، تحياتي ليك. شكرا الله يعطيك اخويا العزيز، شكرا بزاف، تحيه كاع الاخوان اللي معانا ديديكاس لديكوين، تحياتي. تحياتي لكم الاخوان جميعا، ولاد عمي بنات عمي ما غاديش نقرا التعليقات للاسف، راني مزروب سبعه وصلات، دونك انسحب بهدوء. تحياتي لكم، الى لايف اخر بحول الله وقوته. بسلامه، باي 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 باي.